صار. سو انا المشي كتير صار بحس بس بينقلبه. تحسي وبختي في عيونك يا حبي وكل. اوكي جايز، سو امبارح كنت عم بسألكم أقص غيرتي ولا لا؟ انا شوفوا، استنى اورجيكم، اورجيكم غيرتي لوين طوله. هاي غيرتي لهون. انا كنت قصصت لهون، يعني طوله هدول. لما كنت قصصت لهون كانت طالعة على وجهي كتير حلوة، وكانت تلبق لي، كنت احسها تسمن لي وجهي. هلا انا يعني سمنانة، فكانت تبين لي وجهي يعني قد ايه حجمه. فامبارح كتبت، يعني عن جد نصكم بالضبط كتب لي لا تقصي، ونصكم قال لي قصي. فانا رح امشي مع اللي مشي مع رايي. يعني اذا كان 50-50 انا 51 مع اللي بقص. اللي انت شو رايك، قصه ولا لا؟ لهون والفه شو؟ رح اخلي طبعا ماما بتقص لي اياها، اكيد ما رح اروح على صاله مشان اقص هالقد، او انا لحالي بقص. يوم بقص معكم قصة قبل التصوير، بحس بدي احط باودر هون جايز. انا ما بحب ابدا يكون المس مكان بوجهي وما يكون ناشف، بحس حالي بتنرفز كتير. ف هيك بكون خلصت عيوني والمسكرة. نكمل شو كنا حاسة الكونتور انت ما ظبطته. كمل استفر النلي، خرب علي ام التصوير. بس جلسة التصوير كنت امبارح عمالكن عنا الواو الخطيرة ما زبطت، ف عادي تصوير اليوم بعوض. هيك وهيك نفس الشيء. هدو لين تيشو دي تطبطب. شو بدك تعملي جميلة يعني جايز محرمة. اوكي هلا بنحط مثل جلوس او شي شغلة تقلب لنا اياه على البينك اللي بدنا اياه. اي ثينك راح احط من فنتي، بس اي واحد في مسكرة هون بعرف راح اتركها تنشف لحتى تنشال بسرعة بسهولة. راح احط هاد اي ثينك، خلص راح استخدم هاد. اي والله الحقيقة بينك ليك طالعة تصير واو كتير حلو. ها ها شو رايكن؟ I think هيك بكون خلصت انا. بدي احط setting spray من عندي. غمضوا و اخ واثبتوا. هلا كتير حبيت الميك اب، صار لي زمان حطيت اي لاينر. هلا شعري ما كتير راح اهتم فيه لانه راح احط طاقيه. ف شو رايكم؟ بحس هالطرف من وجهي احلى صح؟ شو رايكم بالميك اب؟
اوكي جايز، هيك بكون خلصت ولبست الاوتفيت. حبيت اورجيكم اياه. شو رايكم بالاوتفيت؟ ولاست ستيب لحتى اطلع ونلحق التصوير. كم صارت؟ الساعه 3 بالضبط، كثير بكير. نحن عندنا المفروض كنا رح نصور لكم فيديو تشوف ايش المكان بعدهم 20 دقيقه ساعه شق الحاله 40 دقيقه. فبدي اخذ رايكم بالاوتفيت. شو رايكم؟ لون كثير حلو اول مره بلبسه، والشوز الابيض والطاقيه البيضاء اول مره بلبس طاقيه بحياتي، بس حبيت. والصدفه اني حاطه منكير ابيض، ما كنت مخططه ابدا وما كنت مخططه اصور اصلا. بس شو رايكم جايز؟ الميك اب كثير عاجبني صراحه، وشعري ما سويته كثير الصراحه، بس مشطته، كنت رابطه جدوله مشطته وبس. يلا نطلع، راح احاول اصور لكم تيك توك هلا او شي شغله، اضيع وقت شوي مشان اتاخر لانه ما بحب اوصل على الوقت.